وسهلا بكم واهلا بضيوف الكرام الشيخ بدر العامر والدكتور محمد العبد اللطيف والاستاذ عقل باهلي والاستاذ خالد السليمان والى موضوعنا التالي. تثير محاولات هروب الفتيات السعوديات إلى خارج السعودية جدلا واسعا بعد حالات عدة تكررت مؤخرا، إلا أن جلها انتهى بهدوء ومن دون ضجيج يوازي ما بدأت به، ما يثير الشكوك حول مدى حقيقة ما يتم تداوله حولها عند انطلاق شرارتها. عقل، باعتبارك ناشط يعني وعندك يعني تطلعات مدنية جيدة، على حال إيش الدور اللي يمكن تلعبه منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وذا في مثل هذه القضايا، قضايا الفردية، قضايا فتيات يمكن ما أعرف إيش اللي الدافع اللي يخليهم يهربون، حالات اضطهاد، حالات مثلا عضل، أي شيء، إيش تعليقك؟ يعني المشكلة اللي قاعدة تصير، أول شيء المجتمعات عادة الأسرة مثلا عندنا زمان إذا عرفوا أن ولدهم يدخن أزمة في الأسرة، يدخن إيش سووا؟ يدخن سجاير يعني زمان إيه؟ إذا دروا أنه يدخن توترت الأسرة كلها يعني من المحبة يا أخي، خايفين على صحته كويس إيه؟ بس أنا أنقل الأسرة إلى أجهزة الرأي، أجهزة الإعلام، أجهزة الدولة. لما تبدأ قصة حادثة هروب الأوروبيين إذا ظهر ظاهرة واحدة في مدينة، الإعلام ينزل، خاصة اللي ظاهرة كاسرة قانون اجتماعي، كاسرة سلوك اجتماعي، وش يسوون؟ يعني يصب الإعلام كله عليها، يجيب أهل القصة ويكتبون الصحفيين ويبدأ المجتمع يبحث عن حل ليش هذا القصة تحدث. طيب احنا ما عندنا حصل، ما حصل ايه؟ قعدنا يعني كم صار لها بدأت الهروب للخارج بس ايه ما اعرف اكثر من سنتين، هذا اللي يعني قريبه هذا القريب اللي يعني اصبحت شائعه واكثر بعد لحد الان يعني يا دوب ما يكتب عنها، يعني يكتب عنها في تويتر بس هذا اول مره اشوف منشور يعني في 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 الجرايد عن هذا الموضوع يعني هذا نحن نناقشها. لا لا بس اقول لك المجتمع يعني احنا الحوادث اللي تحدث، الجامعات غايبه، الاعلام غايب، اخطر قضيه الان مثل هذه كل رد فعل المجتمع على الضحيه مش على المجرم. هاي المشكله الحقيقيه الان، بدل ما يبحث ليش الفتيات يهربون، لا تدان الفتيات لأنهم يهربون وتغطى سواء من الأسرة. أنا أتفهم موقف الأسرة، لكن هذا حدث يحدث، بدل ما نروح نشوف وين مشكلتها البنت، ليش هربت وكيف التعامل معها ويجري الآن وين يصير القصة، بدل ما يبحث عن طريق آمن لها لإعادتها لأهلها بطريق آمن عن طريق منظمات مجتمع مدني حقوق إنسان تذهب سيدات للبلد اللي فيها وتجيبها يعني تقنعها بأنها في أمن، لا نبحث عن مع السفارة وندخل الدولة في مأزق، واللي خلاها تهرب مش الدولة، ما لها علاقة الدولة. طيب الدولة أصبحت في قضية ما لها علاقة فيها، الأسرة فيها الآن يعني بدأت القضية تظهر. إيش تعليقك الدكتور محمد؟ والله أنا أعتقد أنا عندي ثلاث وجهات نظر طبعا شخصية. أول وجهة نظر اجتماعية، يجب تثقيف الناس على أنه يا جماعة الخير بناتكم ليسوا ملكا لكم يعني، لأن هم بشر ولهم شخصية ولهم عقل، فلذلك لابد من احترام الخيارات حقت الفتاة. هذه لم تعد فتاة اللي تكلمون عنها، هذه امرأة، هذه فوق 21. طيب. الحاجة الثانية اللي هي أنا يعني دائما أتكلم عنها، النظام القضائي فيما يتعلق بالنظر لمشاكل المرأة، يشترط في القضاء عادة الحياد التام، بمعنى أن لا يكون عند القاضي آراء مسبقة في ما يجب أن يكون الحق عليه، يعني بمعنى أنه ينصف القضية هذه. الحاجة الثالثة أن أماكن الإيواء، الناس تشتكل من أماكن الإيواء
للمعنفات والهاربات هذه. أماكن الإيواء هذه أسوأ من لو كانوا عند أسرهم اللي يعنفونهم. يجب يا أخي هذه بشر، ضع نفسك مكانها أنت، يجب أن تعطيها فسحة أمل. ليست كل من أرادت أن تتخلص من عائلتها فاسدة، يعني قد تكون العائلة فاسدة يا أخي. خالد ايش تعليقك؟ يعني ما هو سبب ظاهر؟ هل هي ظاهرة؟ لا ليست ظاهرة، ما زالت محدودة. ما في أحد يهرب من الجنة. يعني هذه البنت اللي شاشت لابد انه في سبب دفعها للهروب. اليوم انا اقرا قصة بنت عمرها اعتقد فوق عمرها 19 سنة. اهلها مانعينها ان تلتحق بالجامعة وحابسينها. هذه البنت يعني المفروض القانون لما اشتكت هي لجهة مختصة بهذا الشأن قالوا لها انه انت ما دام تجاوزتي ال 18 19 سنه خلاص التعليم العام هو الاجباري، اما ما دون ذلك فلابد موافقه الاهل. هنا لماذا يجب انه والله انا تعليمي الجامعي كفتاه مرتبط بموافقه الاهل؟ يفترض هذا حق اصيل للجميع. المساله اذا يجب انه احنا نراجعها قانونيا. طيب ان احنا ننظر في اسباب هذا الهرب، هي ليست طاهره ولكن يجب هذول بشر في نفس الوقت. يعني واتمنى ان احنا يعني نتعامل معهم كجزء من يعني هذول بناتنا. يعني ليش احنا نتعامل حتى عندما تخطئ؟ يعني مع احترامي اللي يقول والله شوفوا ما في دخان، حتى لو اخطات المخطئه ما تتوب الا ما تتعلم ولا بس عيالنا اللي كل شيء العيبه وعلى كيفه الاسر في تناقض تعاملها مع اخطاء الشاب اللي غازل واللي يخطئ واللي واللي واللي. والبنت اذا اخطات مره واحده خلاص كانها يعني حكم عليها بالاعدام. يجب ان احنا نكون متوازنين. ممتاز شيخ بدر، ايش رايك كيف بالفعل نحل المشكله وكيف نحصن الفتيات من مثل هذا السلوك؟ انا عندي ان السبب ذو شقين. الاول انه في فعلا حاجه يعني دفعت البنت دفعا الى هذا السلوك من خلال العضل، من خلال التعسف، من خلال الحرمان من اقل ابسط الحقوق داخل البيوت. فهذه البنت هي اشكالياتها خاصه وهذا موجود وهي تبديه. يعني تقول الاسباب اللي جعلتني افعل كذا 1 2 3 4 يعني، وخاصه يعني بعض اليتيمات اللي ما عندها اب مثلا، توفي ابوها وكذا وصار عندها اعمام يعضلونها ولا يمنعونها من حقوقها ومن ميراثها وكذا. فهي كانه بعض التصرفات هذه تريد ان تشير للناس ان عندي مشكله حلوني حلوها وساعدوني في حلها. في جانب آخر حقيقة ويمكن هو الخطير هو قضية الطرح الفكري، يعني النزوع إلى هذا التمرد من خلال رؤية فكرية وخاصة رؤية الحادية. وأنا اطلعت على كثير من يعني قبل كم يوم أرسل لي واحد ثلاث بنات من أهل نجد مسميت نفسها كذا فلانة ملحدة سعودية، لا حول، وحاطت أسمائها الحقيقية مش أسماء مخفية ورايحات للغرب، وكل همها الان لقاء بالمنظمات الحقوقيه كلام عن السعوديه هذه تستعبد المراه وتسوي. هذا الارضيه الفكريه النسويه الان اللي فيها الجزء النسوي منها اخطر ما يكون، لان هي تمرد البنت على المجتمع وتخرج بناء على هذا التمرد. خلاص مفرح يا ابو عبد الله. تفضل. بس الامام قبل البارح اكثر شيء تحدث عنه في قصيده الموت الإمام اللي كان قريب من العزاء عن الوصية، وأنه الوصية حتى إذا كان خال الأولاد أفضل من عمهم عليك أن توصي خالهم وتترك عمهم. بس ترى هذا يعني بس قصة فردية يعني ما قد تكررت. وأصل الإنسان نفرض أنه مين فردية وطرح التيار موجود وله أجندة. لأن ما بقى عندي وقت أنا ودي بس أشير إلى موضوعنا الأخير اللي هو نيابة عن خادم الحرمين الشريفين. طبعا كلنا نعرف أن وزير الثقافة والإعلام دكتور عادل الطريفي شهد حفل افتتاح فعاليات الأسبوع الثقافي الياباني. بالنسبة لي أنا كان الملفت للنظر تفاعل الجمهور مع الأوركسترا ومع النوعية المعينة من الموسيقى، يعني بما يدل على أنه فيه وعي موسيقي عند الناس متذوقين، يعني مو فقط يعني يتهافتون على خالد عبد الرحمن. ونعم طبعا خالد عبد الرحمن ولا برابح صقر أو خالد عبد أو راشد الماجد. إيش تعليقك أستاذ خالد؟ انت لا تناظر الجمهور السعودي اللي حضر هذه الاوركسترا. تروح لدبي، رح القاهره، شف الجمهور السعودي الذي يسافر وينتقل ليحضر هذه المناسبات، يدلك على انه الشعب السعودي فيه شريحه واسعه يعني
تطلب او تسعد بهذا. عندك تعليق؟ انا اتفق معه. انا اعتقد ان الشعب السعودي ارقى مما نتصور احنا، وارقى حتى مما يتصورون جيراننا، ولكن للاسف الظروف حكمت عليه انه يعني عندما تمنع الانشطه هذه الناس يعتقدون ان المشكله في المجتمع وليس في الأرض. تعليقك يا عقل. المجتمع يعني جميل، وبعدين مو بشرط إذا أنت سويت فعالية جميلة ثقافية من يريد ويتفاعل معها ويحبها يروح لها. ممكن واحد يروح للأوركسترا وواحد يروح للملعب شوف مباراة. هذه خيارات الناس، بس أتح للجميع خياراتهم ثم كل يختار ما يشاء. وهذه المجتمعات كلها طبيعتها يعني. لا أنا متأكد أنه أيضا جزء من المسألة هو الجوع الترفيهي عند السعوديين. بقي لي أن أشكر ضيوف الكرام الأستاذ خالد سليمان والأستاذ عقل الباهلي والشيخ بدر العامر دكتور محمد عبد اللطيف. فمان الله.